صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل. أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك. فقرتنا الأخيرة اليوم عن موضوع التفكير الناقد وكيف ندرب الأبناء ونربي أبناءنا على التفكير الناقد. ومعنا عبر الاتصال الفيديو الأستاذ المهندس عماد حجازي، المدرب التربوي ومؤسسة أكاديمية غراس. يسعد صباحك أستاذ عماد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أستاذ عماد، كنا قد سألنا المتابعين كنوع من المشاركة عن الفرق بين الانتقاد وبين التفكير النقدي. التفكير النقدي كمهارة، يعني كيف يمكن أن نعرف التفكير النقدي حتى نقربه من أذهان المتابعين والمستمعين؟ أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أولا صباح الخير وتحياتي للسادة المستمعين والمشاهدين لحضراتكم. خليني بس هجاوب على السؤال ده، بس أنا عايز أبدأ الموضوع يعني من بداية بحيث يبقى المتابع لينا فهم إحنا بنتكلم في إيه والبداية منين. إحنا بنتكلم في تربية، وتربية الأبناء ديت مسؤولية طبعا على كل من يحتك بالأبناء وبشكل خاص الوالدين والمربين. والبعض يظن أن التربية هي فقط تعديل سلوكيات الأولاد والتركيز على عقاب وأساليب التقويم إلى آخره، لكن التربية بمفهومها الشامل تتطرق إلى جانب غرس القيم وبناء القناعات والمعتقدات في نفس أولادنا وتوجيه الميول. هذا جانب مهم، وهناك جانب آخر وهو تنمية المهارات، والجانب ده اللي احنا هنرجع له دلوقتي. الجانب اللي بعد كده هو تعديل السلوك. فإذا تعديل السلوك والعقاب هو جزء من أو جانب من جوانب التربية المتكاملة. نرجع للجانب الأهم اللي بنتكلم عنه النهاردة، هو جانب تنمية المهارات. يعني أولادنا لا يكتفون بالنصح والتوجيه والوعظ وكلام من ده، إنما هم عايزين أدوات، عايزين طرق إزاي يفهموا أنفسهم ويديروا أنفسهم ويديروا علاقاتهم بالآخرين ويفهموا الناس الآخرين. وده بيسموه المهارات الحياتية. المهارات الحياتية هتلاقيها مثلا في الجانب العقلاني اللي هي مهارات التفكير المختلفة، يعني المنطقي والنقدي والإبداعي والعلمي والمعرفي إلى آخره، والمهارات إدارة الذات اللي هي الثقة بالنفس وتقدير الذات وحل المشكلات، وهناك مهارات اجتماعية. اللي بنتكلم عنه النهاردة هو التفكير الناقد أو التفكير النقدي، اللي هو جزء من المهارات العقلية اللي هي جزء من التفكير، وظائف الدماغ. جميل. وأولادنا بيحتاجوا، معلش أطلت عليك في التأسيس ده لأنه مهم. هذا توضيح جميل، تفضل دكتور. نعم، يعني هو كل أب وأم محتاج يكون الخريطة واضحة في ذهنه، أنا بشتغل مع ابني منين وهوصل به لفين. خدت بال حضرتك؟ فبناء الدماغ وتوظيف الإمكانات اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها في دماغ الإنسان، التوظيف الأمثل، لأنه إحنا بنواجه تحدي كبير يا أستاذ أحمد، أنه علمياً العلماء يقولوا أنه دماغ الإنسان عند سن 9 سنوات 10 سنوات بيعمل إعادة تشذيب. إعادة تشذيب يعني بيشيل الخلايا العصبية والوصلات اللي ما اشتغلتش، يشيلها ويكتفي بالموجود ويبدأ يبني عليه بعد كده. طب معنى كده أن الإنسان مولود بكم هائل من القدرات العقلية. يعني بيقول لك الطفل المولود في دماغه من 100 مليار ل 200 مليار خلية عصبية، تخيل. نعم. وال 100 ألف خلية عصبية في حجم راس الدبوس، يعني ال 100 ألف بس. يعني الخلايا العصبية دي موجودة، لا ما بتشتغلش غير بالتعلم والتجرب والتجريب. فكل عملية تعلم جديدة، كل تجربة جديدة الولد أو الطفل بياخدها، بتنشأ واصلة عصبية من الخلايا فيبدأ تزداد قدرة الدماغ. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه إحنا في فترة غنية جدا قبل 9 سنوات محتاجين إن إحنا نعرض أولادنا على عمليات تجارب كتير، نعرضهم لمحكات كتيرة علشان نعمل توظيف أمثل للقدرة الدماغية اللي ربنا إداها للإنسان. فنيجي بقى للتفكير الناقد. التفكير الناقد هو فعلا جوهر وصلب الإدارة العقلية للمسائل والأمور المطروحة على الإنسان. فأنا بأدي ابني قدرة على
تقويم وأصدار الحكم، وده عكس الانتقاد يعني، أو مش أو يعني لا يشمل الانتقاد. البعض يفهم أن الانتقاد هو التركيز على السلبيات والنواقص، نعم. أما التفكير الناقد هو فرز الموضوع لفلترة القضية اللي قدامنا علشان نوصل إيه الإيجابيات وإيه السلبيات وأنا رأيي إيه في هذا الأمر. هو ده التفكير الناقد اللي احنا بندور عليه. جميل أستاذ عماد، يعني التفكير الناقد بهذا المفهوم، أن أفهم هذا الأمر وأفهم حيثياته وأعطي رأي به، من أي عمر الدكتور أستاذ ممكن نبدأ به؟ يعني ماذا عن الأطفال الصغار، من أي عمر يمكن للطفل أن يبدأ بامتلاك مثل هذه المهارة؟ نعم أحسنت. إحنا من سن، لو إحنا قلنا التفكير الناقد هو تحليل وتمييز النقاط اللي موجودة وفحصها وإصدار الحكم عليها، فدي بتحتاج قدرات عقلية مواكبة لعمر زمني معين. لكن إحنا بنقول إن الطفل في سن الروضة 5-6 سنوات نقدر نديله بعض الأدوات البسيطة، زي يفرز الكلام، إزاي يفكر، إزاي يحلل ويقول إن الكلام ده مش متعلق بالموضوع وهكذا. فالطفل من 6-7 سنوات بيحتاج هذا التفكير يبدأ يمارسه. لكن الابن في نهاية 10 سنوات وبداية مرحلة المراهقة في أحوج ما يكون إلى التفكير الناقد، خد بالك حضرتك، لأن كم المدخلات اللي بتدخل دماغ ابننا من البيئة الخارجية كم كبير جدا، فيحتاج الابن أن يمتلك هذه المهارة عشان يفرز اللي داخل دماغه ده، لأنه مستحيل أن أنا أخلي ابني يصدق كل حاجة، يتقبل كل حاجة، تلتصق في شخصيته كل حاجة، إنما يبدأ يفرز، خد بالك حضرتك. فنقدر نقول من 7-8 سنوات نعم. نبدأ ندربه ونحطه في محكات. في سن 10 سنوات لازم أتأكد أن ابني امتلك هذه المهارة. جميل، سنأتي إلى الآليات، لكن قبل ذلك إلى أي مدى مهم أن يمتلك الطفل هذه المهارة؟ كما تفضلت أستاذ، نتحدث عن عالم مفتوح جدا. أولا البيئة اللي نعيش فيها مثلا ليست بيئة تماما منسجمة بكل تفاصيلها، ربما مثلا مع عاداتنا وقيمنا، نتحدث عن حياة في الغربة، نتحدث عن عالم إنترنت وفضاء مفتوح جدا، نتحدث حتى عن رسوم متحركة كلها تأتي من الغرب والشرق، لكن بعيدة أيضا عن ثقافتنا، فيها الكثير من الأمور الذي يخالف. في ظل كل هذا إلى أي مدى مهم أن يمتلك الطفل هذه المهارة؟ يعني أستاذ أحمد أنت حضرتك أحسنت، أنت أجملت كل النقاط أجملت النقاط كلها فعلا اللي تدعونا أن احنا نمتلك هذه المهارة. هي فعلا كل ما ذكرته يدعونا أو يبرز مدى الحاجة لهذه المهارة. البيئة الضاغطة، ضغط الأقران، ضغط الميديا، كل ده بيخلينا نحرص وبسرعة ان احنا نملك او نمكن اولادنا من هذه المهارة. المسألة مش مسألة فرز الافكار اللي بتدخل ادمغة اولادنا، انما انا عايز ابني يبقى عنده قدرة على تحليل حتى الموضوعات التي تطرح داخل اطار الاسرة. يعني احنا قاعدين بنتناقش، فانا ادي ابني الحرية والامان ان هو ينقد الكلام اللي بيتقال بمنتهى الأدب والحكمة والتريث. الأولاد ما عندهمش هذه المهارة نتيجة افتقار الكبار لهذه المهارة بالأساس. يعني بعض الكبار ما عندهمش هذا التوازن في الطرح، ما عندهمش هذه الموضوعية في الكلام، ما عندهمش الحكم المتزن، إنما الكبار عندهم تعميمات وعندهم مبالغات وعندهم تجاهل وحاجات، مغالطات تفكير ومغالطات عقلية، فبالتالي الأولاد هياخدوها منين يعني؟ فالفقر البيئي، الضغط البيئة والميديا، أيضا مناهج التعليم. يمكن احنا ربما في بعض المدارس اللي احنا عايشينها في البيئة بتاعتنا حاليا مناهج تعليمية رصينة متزنة بتخاطب العقل وتنمي ملكة أو مهارة التفكير الإبداعي، إنما في أماكن أخرى هناك تعليم قائم على التلقين. نعم. احفظ وطلع، احفظ وطلع. طب ادي للولد فرصة ان هو ينتقد، ادي له فرصة ان هو يوزن ويقول رأيه، خاطر حضرتك ما في هذا الكلام. فلذلك ممكن يكون نظام التعليم اصلا بالاساس يعني المفترض اصلا المناهج الدراسية بتخدم مهارة التفكير الناقد، واصلا منهجية التعليم محطوطة على هذا الاساس. فتجد مثلا سؤال بيجي دايما في نهاية الدرس او الوحدة، يقول له بما تفسر؟ كيف ترى؟ طيب من خلال اطلاعك ما رأيك؟
جميل. فده بيخلي الاولاد اوجد التناقضات في الجمله. طب ما هي الفكره الرئيسيه؟ طب ماذا يريد الكاتب من خلال هذا الطرح؟ فانا كده بوجه الاولاد ان هم يشغلوا ادمغتهم. جميل استاذ. طبعا يا استاذ احمد المراهقين عفوا المراهقين المحتكين بالميديا والسوشيال ميديا سواء كان المنصات الكتيره في انفجار هائل جدا من المعرفه ومن انصاف العلوم ومن اشباه ومن الاراء الفرديه الغير مدروسه والغير عقلانيه. كل ده بيدخل ادمغه اولادنا. اذا لم يمتلك المراهقين فلتر او فرز او عقليه تشككيه فيما يتلقى فهو بالتالي هيكون فريسه لاي افكار تقتحم شخصيته وتدمر عقله. يعني احد المراهقين بعت النهارده بيسالني يقول لي انا صديقي عنده افكار الحاديه ومن كتر عرضه انا بدات اتاثر، فلو سمحت قل لي ادله على وجود الله، ما تقوليش من القران. لا طب انا ولد مسلم بدا ياخد افكار من ضغط الاقران. احنا كنا بنقول دلوقتي ضغط الاقران. نعم. الاقران بيضغطوا بيدوا سموم بيدوا افكار بيدوا حاجات غير منضبطه فاولادنا يتاثروا بيها وهو ما عندوش فكر ناقد فبالتالي يمتص وبالتالي تهتز شخصيته يعني وقناعاته. يعني فعلا استاذ مجرد التفكير يعني لو صدق او تاثر اطفالنا وشبابنا بكل معلومه او خبر يقراه هنا او هناك في عالم السوشيال ميديا تحديدا والكم الهائل سنكون امام كارثه. اذا يعني نحن بحاجه الى هذا السلاح، تسليح ابنائنا بهذا السلاح. كيف يعني لو اردنا الان ان نقول كيف يمكن ان ننمي هذه المهاره عند الابناء بخطوات عمليه؟ طبعا الوقت اضيق ربما من ان نغوص في هذا الامر، لكن نعم. على الاقل اضاءات واشارات سريعه استاذ. نعم بارك الله فيك يا اخي. زي ما قلت من شويه ان المناهج الدراسيه بتخدم هذا الامر، انما انا هتكلم في البعد التربوي مش التعليمي. يعني في البعد التربوي اللي هو داخل الاسره واي حد بيحتك بالابناء لابد ان هو يراعي المساحه ديت في غرس المهاره دي او بناء المهاره دي في نفوس الاولاد. يعني مثلا لما يجي يتكلم مع الاولاد يديهم مهاره التحليل بحيث ان هم يستخلصوا ايه الفكره الرئيسيه من الكلام. يعني انا بتكلم في موضوع دلوقتي فيقول يا استاذ طب يعني ايه الفكره الرئيسيه؟ ايه النقطه اللي عايز توصلها لي؟ واحنا بنتكلم مع الاولاد نقول لهم انا عايز اتكلم شويه معاك في موضوع رئيسي كذا. فأنا بدي الأولاد القدرة على التحليل ليفرز الأفكار الرئيسية من الأفكار الفرعية المتطفلة على الأفكار أو الخادمة، بلاش متطفل، خادمة للفكرة الرئيسية. فأول شيء هي مهارة التحليل. جميل. فأنا بدي الأولاد بدربهم على التحليل. تاني حاجة بدربهم على بديهم القدرة على التمييز ما بين الحقائق والآراء. التمييز بين المعلومة والإدعاء. فلما يجي هو ينقل لي خبر أقول له ده رأيك ولا معلومة؟ طب لو هي معلومة إيه مصدر المعلومة؟ ولو هي معلومة وعارف مصدرها إيه مدى دقة هذه المعلومة؟ وأنا كذلك لما أنا أوجه لأولادي كلام فأنا أكون حريص على أقول له والله ده رأيي الشخصي وليس معلومة، هذا يعني تعبير فكري أو إنتاج من دماغي أنا وليس حقيقة أنا قريتها أو مسلم بيها. فأنا بدي الأولاد إيه ده؟ هو في فرق بين الحقيقة وبين المعلومة، في فرق بين الرأي وبين الحقيقة المطلقة، في فرق. نعم. دي النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة هي الابتعاد عن المغالطات. يعني مغالطات في الكلام، التعميمات المبالغ فيها. يعني واحد يقول والله لو المترو لو المواصلات مجانا النهاردة كل الناس هتقعد في المواصلات ومش هتروح الشغل، ده مبالغة خطيرة جدا ملاش لازمة. أو إن حد يقول في المغالطات، يعني يقول والله أنا أعرف واحد بيدخن بقاله 10 سنين وما جالوش سرطان. دي مغالطة في الكلام وتعميم غير صحيح. مش معنى إن واحد بقاله 10 سنين بيدخن وما جالوش سرطان إن التدخين لا يضر. نعم مثلا. يعني فالمبالغات، التعميمات، أيضا التجاهلات. يعني إيه تجاهلات؟ يعني أنا أذكر نصف الحقيقة والنصف الآخر مش موجود في الكلام، فأقول مثلا والله حزام الأمان ده بيضايقنا وملوش أي لازمة. فعلا هو بيضايق الناس والناس كتير مش بتلتزم بيه، بس ده مش معناه إن هو ملوش فايدة.
خدت بالك حضرتك؟ الجزء الاخير يبقى احنا اتكلمنا في اربع حاجات، الثلاث حاجات، الجزء الرابع هو الموضوعيه. الموضوعيه ان احنا نتمسك بصلب الحوار ونربط النتيجه اللي وصل لها الحوار بالافكار اللي اتعرضت في الحوار. يعني ما ينفعش ان اقعد اتكلم في موضوع وفي الاخر استنتج حاجه خارجيه خالص واقول اذا موضوع مختلف خالص او نتيجه مختلفه عن الاسباب او الافكار المطروحه. فانا بكون موضوعي، بفرق بين الحقائق والاراء، بابتعد عن المغالطات سواء كان المبالغات او التجاهلات او التعميمات، كمان بامتلك مهاره التحليل. ده كله هيجي ازاي؟ هتقول لي صعب الاب والام. نعم. الصعب الاب والام ان هم يوصلوا بالاولاد لمثل هذه المهارات الاربعه. الموضوع بسيط جدا، الموضوع بسيط جدا وعلى مسار الحياه، احنا مش مستعجلين. هذه المهارات تراكميه، ما في حد تقعد مع قاعده يكتسب مهاره التفكير الناقد بعد نهايه الجلسه، انما هي جلسه وحوار وقاعده وممكن ياخد سنه واثنين. واحنا بدانا مع طفل عنده 4 سنين 5 سنين لحد 10 سنين. انا بقول لك نبدا مع الطفل من سن الروضه، لكن مع سن 10 سنين نتأكد ان الابن امتلك هذه المهارة. معنى كده ان احنا معانا رينج زمني 6-7 سنين، ان انا ابدأ اراكم معاه المعلومات وادربه ويكتسبها بالحوار واصقله. فمثلا اب قاعد مع ابنه يعقد مقارنات، اقول له، يقول له مثلا هو السفر بالباص اسهل ولا السفر بالعربية ولا السفر بالدراجة؟ فيبدأ الولد يفكر ويوازن ويشغل دماغه ويقول مميزات دي ومميزات دي وعيوب دي وعيوب دي، وبالتالي وفي النهاية يقول له طب انت ايه رأيك، فيصدر الحكم. لأن احنا اتفقنا أن التفكير الناقد هو القدرة على التقويم وإصدار الحكم، يعني إصدار الحكم هو الرأي يعني. نعم. فأنا عايز الابن يقول رأيه ويقول حكمه. فلما أعرض قدامه هذه التخيلات أو عفوا المقارنات، فبالتالي هو هيقول مميزات وسلبيات ويصدر حكم. ايضا من الحاجات المهمه في تنميه التفكير الناقد او المهارات الاربعه اللي احنا ذكرناها من شويه هي الملاحظات. يعني مثلا في العاب مثلا هي احنا بندرب عليها الاولاد، اللي هي مثلا اجيب له صوره واقول له اوجد الاختلافات. نعم. او اجيب له صوره واقول له اوجد الاشياء المخفيه في هذه الصوره، او اعرضه لموقف واقول له انت لاحظت حاجه غريبه في الموقف ده، طب انا هفرجك على فيديو وتفرج على الفيديو وبعد كده قول لي ايه الغريب او ايه ملاحظاتك على الفيديو، وكأن او اخليه يقرا فقره واقول له ايه التناقض في كلام الكاتب مثلا يعني. فانا بقوي الملاحظه عند ابني. ممكن حاجه قبل اخيره عشان مش هطول عليك، انا عارف الوقت ضيق. اتفضل. هي اقتراح افتراضيات، اقول له افترض يعني لو، وحط بينها بعدها حاجات كتير. طبعا لو تفتح عمل الشيطان، لو احنا بنتكلم في الامور القدريه وانه لو حصل كذا ما كانش كذا، خدت بال حضرتك؟ انما لو اللي احنا بنقصدها اللي هي تنمي قوه التخيل عند الاولاد، تنمي مهاره التفكير الناقد، فنقول له لو النهار ما عادش فيه نهار لمده شهر هنعمل ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى طرح هذا الامر في نهايه سوره القصص، لو جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه هيحصل ايه، لو جعل النهار سرمدا الى يوم. فهكذا احنا عايزين نخلي الاولاد تفكر، لانه اصلا احنا بنثير تفكيرهم وبالتالي نطور قدرتهم. فنعمل شويه افتراضات، نعمل شويه افتراضات، نقول له ايه رايك لو حصل كذا يعمل ايه، طب لو صحينا من نومه ولقينا كذا. فانا انمي التفكير عند اولادي. انا لا اطيل كثيرا، انما عايز اقول انه التفكير الناقد هو روح من او جانب مهم جدا من او صوره مهمه جدا من التربيه التنمويه. عندنا تربيه علاجيه، عندنا تربيه وقائيه، عندنا تربيه تنمويه. فانا عايز انمي قدرات اولادي، ولا نحصر التربية فقط في التربية العلاجية وأستنى لما الأولاد يخطئوا وبالتالي أبدأ أجري وعالج سلوكياتهم المزعجه. أستاذ عماد، يعني الآن كثير من الأطفال بيتعاملوا أحيانا بشكل مطلق مع آراء الأقران أو مع ربما وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ولد طفل بيقول لك رفيقي حكى لي أنه هيك هيك هيك، أو بيقول لك أنه قريت أنه فلان الفلاني مثلا سواء في الرياضة أو في كذا فعل كذا، وبتكون هذه أخبار صفراء إن صحت التسمية. كيف بتعامل معي؟ يعني أنا جاني الولد كيف قال له أنه لا بابا غلط ما صار هيك، ولا كيف أنا من خلال هذا الموقف استثمر مثل هذا الموقف لو أرجيه أنه
ما كل ما تسمعه، ما كل ما يوصل إليك، ما كل ما تقرأه سيكون صحيح. كيف أستثمر مثل هذا الموقف؟ أحسنت، بارك الله فيك. بداية أخي الكريم، على المربي أو الوالدين أنه هو يقاوم شهوة النصح عنده. يعني إحنا نمسك نفسنا شوية وما نجريش ننصح ونوجه ونحكم. فأنا هدفي إيه من التربية؟ هدفي أن الولد ينمو ويتطور، فأنا لازم أثيره ناحية النمو والتطور. بمعنى لما جاي ينقل لي خبر زي كده أقول له آه ده أول مرة أسمع الكلام ده، أنت إيه رأيك في المعلومة ديت؟ ليه؟ أنا بعمل دلوقتي عملية كشف عن مستوى اقتناع ابني وتأثره بما ينقل. مهم جدا. جميل. جايز ابني مهتز، جايز ابني أصلا لفظ هذا الأمر لكن نقله إلي من باب المعلومة، أو جايز ابني عايز يستوثق، فأنا أثير التفكير عنده أقول له آه إيه رأيك؟ طب أنت إيه رأيك؟ أنت فكرت في الكلام ده؟ والله يا بابا أو يا أبي أنا فكرت في الكلام ده وشايف كذا. جميل. لا أنا لسه فكرت بس مش عارف أرد. طب ايه رايك نسال؟ طب ايه رايك تخش على جوجل، تعالى نبحث في جوجل ونكتب، اكتب الجمله وشوف، شوف الخبر صح ولا لا. طب ايه رايك نسال فلان؟ انا عايز ادي ابني الادوات والطرق، انا مش مستعجل. ما هو سهل جدا ان اقول له رايي، لكن لو سمحتوا اخروا ارائكم شويه. جميل. وسيبوا الاولاد تشغل دماغها. نعم. يعني هذه النقطة بحد ذاتها أستاذ عماد جميلة، شهوة النصح. كلنا للأسف نعم. كلنا مباشرة له شو الكلام، منين جاي بهالتخبيص؟ يعني لا لا، حتى لو غلط يعني ممكن احنا ننصدم من سوء المعلومة أو مغالطة المعلومة أصلا، لكن لازم أمسك نفسي شوية. يعني واحد أحد من الشباب كنت بتحدث مع بنات في عمر المراهقة 14 سنة كده، نعم، فبيحكوا لي عن مدرستهم، مدرسة مختلطة، فبتقول لي هي تقول انه فرق المدرسة المختلطة دي فرصة ان احنا لما نروح الجامعة نكون متعودين على وجود الاولاد معانا. فبقول لها على اساس ان الاولاد دول كائنات مش موجودة غير في الجامعة، ما احنا بنشوفهم في الشارع. هي تمرر لي رضاها مثلا لوجود الاولاد معها في الصف او كلام من ده يعني. فخليتها تفكر، انا ما اديتها الاجابه، ما اديتها رايي. فاحنا لازم احنا برضو ما ندي ارائنا للاولاد، ما تستعجل، سيبه هو يطلع ويبحث ويوصل للقرار بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حد جه قاله يا رسول الله ذلي بالزنا، قال له حرام؟ قال له اتق الله؟ قال له أترضاه؟ يعني ايه أثار فيه التفكير وخلاه هو يحصل حوار ذاتي داخل الابن، فطلع بقرار ذاتي اللي هو الحكم يا أستاذ أحمد. جميل. اللي هو زي ما احنا قلنا من شوية اللي هو القدرة على التقويم وإصدار الحكم. فأنا عشان ابني يمتلك القدرة على الحكم لازم يحصل حوار داخلي، ابني يقلب الأفكار، يقلب المخزون من القناعات الموجودة في دماغه، وبالتالي يبدأ يطلع الحكم إن شاء الله تعالى. جميل جميل، أشكرك جدا أستاذ عماد، إضاءات حقيقة جميلة جدا. وما أحوجنا نقطة أخرى أنت أضفت ذكرتها في ثنايا الحوار، وأيضا ذكرتها في منشور لك عبر الفيسبوك، أنه نحن لما نكون نريد كآباء أن نعلم أطفالنا سنكتشف أيضا أننا بحاجة إلى تعلم هذه المهارات، ويجب أن نبحث عن آليات فعلا لتعلمها، ولعلنا سنجد الكثير مما يعني يمكن أن يفيدنا في فضاء الإنترنت الواسع. أشكرك جدا أستاذ عماد مرة أخرى. صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل.